يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه. كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. عدنا بسلسله شخبار هوليوود واللي سحبنا عليها لفتره معينه يعني، بس مش لشيء يعني، كذا لاسباب خاصه يعني. وكمان هوليوود ساقين امه يا ابوي، ايش الاخبار التعبانه دي؟ عموما عدنا بالسلسله اللي نناقش فيها اخر اخبار السينما والتلفزيون من داخل هوليوود ومن خارج هوليوود، ممثلين، مخرجين، افلام، مسلسلات، انميات وغيرها. وبرضه احيانا نراجع بعض الافلام المهمه والمنتظره بالنسبة لي، مش كل الأفلام. موضوع مراجعة الأفلام ما عاد صار مثير للاهتمام بالنسبة لي صراحة، إلا الأفلام اللي مرة أحس إني أحتاج أتكلم عنها. فمن دون ما أطول عليكم يا جماعة، إذا ما كنتم مشتركين في القناة أرجوكم يتأكدوا أنكم مشتركين، لأنه مش معقولة لما أجي أشوف إحصائيات الفيديو 80% من اللي تابعون الفيديو مش مشتركين. أنتم إيه يا أخوي؟ اضغط اشتراك يا أخوي، طاير الدنيا. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى يعني تضغط لايك، لأنه دعم مرة رهيب تقدر تسويه وأنت في البيت، بس ضغطة لايك. إذا عجبك الفيديو طبعًا، إذا ما عجبك حط ديسلايك، مرة مو غلط. وفعل جرس التنبيهات بالمرة عشان توصلك فيديوهاتي اول باول، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي ديسكورد تويتش، جميع حساباتي موجوده في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك ويلا نبدا. طيب يا جماعه، فيلم دون الجزء الثاني وصل اخيرا وبعد طول انتظار، ولعل هذا الفيلم واحد من اكثر الافلام المنتظره بالنسبه لي هذه السنه. واذا ودك تعرف ايش الافلام المنتظره بالنسبه لي كمان، شوف سلسله اخبار هوليوود الاخيره او الجزء الماضي اللي نزل فيها القناه، في مجموعه افلام منتظره بالنسبه لي راح تشوفها في ذاك الفيديو. عموما سلسله دون يا جماعه سلسله بدات سنه 2021، وكانت بدايه خارقه لسلسله جدا جدا يبدو انها بالفعل خارقه، حاجه مختلفه، حاجه مميزه ولها طابع الخاص. الفيلم الاول تابعته اول ما نزل في صالات السينما لاني مره احب هذا المخرج، او المخرج دينيس فيلنوف. وللامانه الجزء الاول اخذ حقه في السوشيال ميديا وفي عالم او في المجتمع السينمائي بشكل مره ممتاز، ومعظم الجمهور طبلول. وبيني وبينكم صراحه، الجزء الاول من سلسله افلام دون كان مقدمه وافتتاحيه لعالم دون تستحق التطبيق. سرد رائع للقصه، موسيقى وسينماتوجرافي من اجمل ما يكون، وطاقم تمثيلي فاخر ومحترم، وعارفين هم ايش قاعدين يقدموا، وقاعدين يقدموا أدوارهم بشكل جدا رهيب. والأهم من هذا كله واللي تكلمنا عنه من شوية، المخرج دينيس فيلنوف والقائد والكبير لهذه السلسلة. والسنة هذه وبعد انتظار استمر لحوالي 3 سنوات نزل الجزء الثاني من هذه السلسلة. وصدقوني يا جماعة، على قد ما كنت متحمس للجزء الثاني من سلسلة أفلام دون، إلا إنه الجزء الثاني بالفعل ما خيب ظني أبدا، بل إنه فاق توقعاتي يا رجل. تيموثي شالاميت قدم دور رائع جدا ويستحق إنه يترشح عنه لعدة جوائز. يا عمي تيموثي شالاميت بنفسه قال ان دوره في هذا الجزء الثاني من سلسلة افلام دون واحد من اكثر الادوار اللي يفتخر فيها، ولا اقدر الومه صراحة، قدم دور رائع، شيء مرعب، حاجة مرة رهيبة، وتدعو للفخر انه ممثل شاب زي كذا قادر انه يقدم ادوار جدا رهيبة وبكل بساطة وبكل احترافية. غير كذا يا جماعة، ترى تيموثي شالاميت ممثل صاعد وواعد، واضح انه بيكون له اسم كبير جدا في المجتمع السينمائي، وما ابالغ لو اقول لكم انه راح يكون من ضمن الاسماء الكبيرة في المستقبل زيه زي ليوناردو دي كابري وغيره من الممثلين. عموما يا جماعه، وبدون حرق احب اقول لكم ان هذا احد اعظم افلام السنه لا محاله. قدر الكاتب انه يستكمل القصه ويسردها على مستوى عالي جدا من الثبات، وقدر كمان انه يوضح اهم التفاصيل ويحل بعض الالغاز بطريقه مره عبقريه ومتزنه. ما اعطاك كذا دفش اشياء ومعلومات تخليك تصدع، لا، قاعد يعطيك حبه حبه وبطريقه جدا مشوقه. اي نعم تم الاجابه عن بعض الاسئله في هذا الفيلم، ولكن برضه ما زال في كذا بعض الاشياء الغامضه اللي تتطلب منك كذا تحليل وتدقيق عشان تحاول تفهمها. وغالبا في الجزء الثالث راح يكون في كشف اسرار اكثر، لانه القصه واضح انها مره معقده وفيها مسارات زمنيه، فيها اشياء مره كثيره. غير كذا يا جماعه، عالم دون ترى عالم قاسي جدا ومخيف ومليان جشع، ودينيس فيلنوف للامانه قدر انه يخرج القصه ويقدمها بشكل مره خرافي. قصه صعب جدا انك تقدمها في فيلم، ولكنه قدمها في عده افلام الى الان، وفي جزء ثالث قادم كمان بشكل جدا ممتاز. اقول لكم حاجه، دينيس فيلنوف قال انه الفيلم هذا روايه دون حلم من احلام طفولته، انه يقدمها كفيلم اذا صار كبير. تخيلوا تحلم حلم وانت طفل ولما تكبر تحققه، وما تحققه بشكل ابو كلب، لا، بشكل مره رائع. عموما الفيلم كان مدته 2:45 which is مده طويله، ولكن اداره الوقت بواسطه المخرج كانت جنونيه ورائعه، ما راح تحس بالوقت. تخيل انه في 2:45 كشف المخرج الكثير من الالغاز، وطرح أسئلة جديدة وجاوب على بعضها، وقدم شخصيات جديدة ومعالم جديدة، ووسع مدارك ومعرفة المشاهد بعالم دون. يعني تخيل في 2:45 حصلت أحداث مرة كثيرة، مش سريعة لدرجة تخليك تقول دقيقة خليني استوعب، لا، ولا بطيئة تخليك تقول أخي العم الملل، لا، سرد القصة
كان ممتع ومشوق وموزون كذا بطريقة تخليك تجلس على كرسي السينما وانت مرة مبسوط. الموسيقى التصويرية يا لطيف، المؤثرات الصوتية يا لطيف. فيلم للسينما، فيلم لازم تشوفه في السينما. السينماتوغرافي او ماي جاد، الاكشن والقتالات والمؤثرات البصرية يا رجل تكاد تكون كاملة ومثالية والكمال لله. شوفوا يا جماعة، معظمكم ممكن يعرفني، انا ما احب اروح السينما مرة، ما اروح السينما الا الافلام اللي مرة مهمة، ولكن دون من الافلام اللي اذا نزل تروح تشوف السينما على طول، على طول روح شوف السينما. لذلك انصحكم وبشدة يا جماعة انكم تروحوا تتابعوا الفيلم في السينما، ولكن ضروري 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 ثلاثة ضروري ضروري قبل ما تروح تتابع الجزء الثاني تابع الجزء الاول. مش لانه مهم تتابع الجزء الاول، انا عارف انك ما بتروح تتابع الجزء الثاني لو انت متابع الجزء الاول، ولكن تابع الجزء الاول مرة ثانية علشان تستوعب وتفهم اساس القصة. اساس القصة جدا مهم علشان تفهم اشياء مرة كثيرة في الجزء الثاني، لانك اذا رحت وانت متابع الفيلم وقت نزوله في 2021 ما راح تكون فاهم اشياء كثيرة وبتقعد متنح في السينما، ويمكن يكون حكمك سيء جدا على الفيلم. وفي الاخير يا جماعة، الجزء الثاني من سلسلة افلام دون وبكل جدارة يحصل على العلامة الكاملة 10 من 10 زي الجزء الاول. ومن المتوقع للفيلم انه يجيب اكثر من 500 مليون دولار، علما انه الى هذه اللحظة بس في اول يوم كده، في اول يوم له في امريكا بس جاب حوالي 30 مدري 40 مليون دولار. والاسبوع الجاي راح ناخذ تصور اكثر وضوحا لي قد ايش الفيلم قاعد يجيب وقاعد يحقق ارباح. واما بالنسبة لتقييم الفيلم الى تاريخ هذا الفيديو على موقع IMDb تقييمه 9 من 10. اتوقع كل الاسباب والاشياء اللي ممكن تخليك تروح تتابع فيلم دون الجزء الثاني موجودة الان. كل اللي عليك تحجز تذكرتك وتروح تتابعه في اقرب وافضل شاشة. مشاهدة ممتعة. وذكرت بعض المصادر يا جماعة الخير على مواقع التواصل الاجتماعي ان الممثل اندرو غارفيلد سبايدر مان، يس سبايدر مان المفضل في عالم سوني وعالم مارفل، مش انقاصا في البقية، ولكن اندرو غارفيلد مرة كذا حب رباني. يقال يا جماعة، بعض المصادر تقول انه راح يرجع لعالم مارفل وسوني السينمائي، ولكن ما راح يرجع بفيلم خاص فيه، انما راح يكون له ادوار معينة في مجموعة افلام قادمة. وكان العوالم الموازية اصلا بدأوا يتطرقوا لها مارفل وبتدخل شخصيات كثيرة في بعضها، غالبا اندرو غارفيلد راح يكون له دور مرة مهم في نهاية الساقة هذه لعالم مارفل. اذا هذا مش احلى خبر لمحبي اندرو غارفيلد ما اعرف وش يكون، ويا رب يطلع الخبر صحيح بس ما تطلع اشاعات بعدين. وعلى طاري مارفل وسوني يا جماعة، فيلم مدام ويب، فيلم مدام ويب اللي كنت متأمن له كثير جاب تقييم 3 من 10 على موقع IMDb. 3 من 10 يا فضيحتي، 5 من 10 قلة أدب، أما 3 من 10 إيش هذا؟ فضيحة. أنا كنت متوقع له الفشل، ولكن كان عندي شوية أمل إنه لا ممكن يصدمني ويطلع حلو، ولكن للأسف الفيلم يا ساتر، الناس نسفوه نسف في مواقع التواصل، جالس أدور أحد يمدحه، قليلين مرة قليلين. 99% من التعليقات والمراجعات اللي كتبوها النقاد والجمهور قاعدين يسفلون في الفيلم، بل إن البعض وصفوا بأنه أسوأ فيلم سوبر هيرو خلال آخر 10 سنوات. يا عمي أقول لكم شيء، في واحد كاتب إنه فيلم موربيوس، فاكرين فيلم موربيوس قد إيش كان سيء ومرة زعلانين منه؟ يقول لك إنه فيلم موربيوس أمام فيلم مدام ويب يعتبر ذا دارك نايت تبع كريستوفر نولن من كثر ما مدام ويب سيء. شوف يا جماعة، أنا مش ناقص أخسر فلوسي ولا أروح أتابع سينما، لا فكونا يا حبيبي، كفاية أنتظر صدوره وأتابعه بنفسي وأشوف بنفسي، وعندي إحساس إنه الفيلم بيكون كارثة فعلًا. لأنه شوفوا، لما ينقسم الجمهور الى قسمين بشكل واضح، ناس تطبل وناس تسب، هنا معناته انه في فرصه، ممكن يعجبك الفيلم ممكن ما يعجبك. لكن لما يكون 99% من الجمهور قاعدين يسفلون في الفيلم، فهذا الشيء صراحه يخليك تفقد الامل في الفيلم وتقول شكل كلام الناس صح. ولكن في كلا حالتين احكم بنفسك وتابع، واذا تابعت الفيلم وكنت من التعساء اللي ما عجبهم الفيلم وخسروا فلوسهم على غير فائده، اكتب لي رايك وتقييمك في التعليقات. اقول لكم شيء قبل ما نقفل الجزئيه ذي، الصين تعرفون الصين، الصين نزل لهم اي فيلم في سوبر هيرو، اي شيء في اشياء خارق للطبيعة، يسوون زحمة على السينما ويفجرون أمه. تخيلوا أنه فيلم مدام ويب في الصين ما جاب إلا حوالي 200,000 دولار، إيش الرقم التعبان ذا؟ مصيبة. وعلى طاري مارفل برضو، مارفل مسوية زحمة، لازم تطلع لك كل يوم ب5-6 أخبار منهم. ذكرت بعض المصادر أن الممثلة جينا أورتيغا حصلت على دور غير معلن عنه في عالم مارفل. إيش هو الدور؟ الله اعلم. عموما غير كذا، البنت اصلا ما شاء الله يعني مسويه شغل مره في السوشيال ميديا وفي المجتمع السينمائي، وبدات الاضواء تتوجه لها من بعد اخر مسلسل سوته ذاك اللي على نتفليكس، يب اقصد وينزداي، وطبيعي مارفل تسلط الضوء عليها من باب انه ايش، البنت فعلا ممثله ممتازه وفي نفس الوقت تقدر تسوق لهم وتجيب لهم جمهور، واضح انه البنت اصلا لها مستقبل جدا ممتاز، الا لو هوليوود استمرت في محاربتها بسبب انه الممثله جينا اورتيغا تدعم القضيه الفلسطينيه. اي شخص يدعم
القضية الفلسطينية في هوليوود يحارب. حاربكم الله يا هوليوود يا شيخ. وأكد المخرج الرائع والمميز بين مخرجين هذا العصر دينيس فيلينوف، وقال إنه هذه الأعمال راح تكون أعماله القادمة مستقبلا بمشيئة الله. فيلم دون الجزء الثالث، وفيلم ميتينج ودراما، وفيلم لكليوباترا. ولكن للأسف جميع الثلاثة الأفلام هذه غير معلن عن موعد صدورها. ولكن اللي يهمنا تقريبا فيلم دون الجزء الثالث، واللي غالبا بنشوفه بعد سنتين. وكمان قال دينيس فيلينوف إنه عنده فيلم رابع غير معلن عنه ولكنه سري للغاية. ليش سري للغاية؟ هل المشروع مرة ضخم لدرجة انه ما يبغى يعلن عنه، او انه لسه مش مؤكد ما يبي يعلن عنه؟ الله اعلم. ولكن خذها مني، اي فيلم لدينيس فيلينوف روح شوفه مباشرة، ادخل على قائمته في IMDb، شوف افلامه القديمة كلها وانت مطمن. مخرج يعرف يخرج، يعرف يكتب، يعرف يسوي شيء حاجة بتستمتع في أفلامه صراحة. صرح جيمس جان المدير الجديد لعالم DC والمخرج السابق والكاتب السابق في عالم مارفل، إنه فيلم سوبرمان القادم واللي راح يناقش قصة ويعالج قصة سوبرمان الشاب ما راح يكون اسم الفيلم معقد جدا، بيكون اسم الفيلم بس سوبرمان، فقط سوبرمان، لا شيء قبله لا شيء بعده، ما فيش مان أوف ستيل، ما فيش سوبرمان ليجسي ولا اي حاجة. يقول انه اسم الفيلم سوبرمان فقط، حاجة كويسة بالعكس، مرة مميز سوبرمان. الكل متحمس، المجتمع السينمائي ومجتمع الكوميك ومجتمع السوبر هيرو مرة متحمسين لفيلم سوبرمان القادم، وان شاء الله انه يكون قد التطلعات. وذكرت بعض المصادر يا جماعة انه فيلم فيوريوسا والمشتق من عالم ماد ماكس، واللي احداثه راح تدور قبل احداث فيلم ماد ماكس الممثل توم هاردي، تم عرضه عرض مبدئي وكانت ردود الفعل الأولية جدا جدا إيجابية. يا عيني عليك، هذا الكلام وهذا المتوقع أصلا. أنت شوف فيلم ماد ماكس الأول وبتعرف أنا أتكلم عن إيش. فاربطوا الأحزمة يا جماعة، الفيلم قادم يوم 23 مايو، يعني كمان 3 شهور زي كذا. حطه في الليستة، اسمع كلامي، حطه في الليستة وتابع فيلم ماد ماكس الأول وشوف كيف توم هاردي بقلة كلامه وكثرة تمثيله بتشوف دور وبتشوف فيلم مرة رهيب. والموسم الثاني من مسلسل Lord of the Rings من المتوقع انه يتم اصداره في نهاية هذه السنة. ومع فشل الموسم الاول اللي نقدر نقول عنه فشل لانه معظم الاراء كانت مرة ساقطة عليه بالذات قراء الرواية، فنتمنى انه امازون تعلمت الدرس وبتقدم لنا موسم ثاني افضل، لانه ليش لا، ما زال في فرصة للتحسين، تاخذ فيدباك من الجمهور في الجزء الاول وتحسنها في الجزء الثاني، مع انه الاساس مرة مهم في جميع القصص، بس مش غلط، في فرصة للتحسين. ولكن المخيف في الموضوع انه بدأت اشك ان الموضوع تجاري بحت. امازون اوريدي بدأت تكتب الجزء الثالث والجزء الرابع، ما انتظروا ردة فعل للجزء الثاني. طب لو فشل الجزء الثاني يصير عندك جزء اول جزء ثاني فاشلين، تستمر في اصدار سلسلة فاشلة، ولا فجأة تقول لي الموسم الرابع بيصير مرة رهيب؟ ابدأ ابني صح علشان تكمل صح. حاجة غريبة صراحة، مصيبة، قاعدين يخسرون مليارات مليارات على السلسلة هذه، على المسلسل ذا. وختاما يا جماعة، فيلم بور ثينج واللي سبب ضجة كبيرة في السوشيال ميديا ما بين مطبل وما بين ساخط، توفر بجودات عالية وتقدر تتابعه من اي مكان لو انت حاب. ولكن نصيحة مني، نصيحة من اخوك، خلوني اشتري وقتكم واوفر لكم وقتكم واسمعوا كلامي، اسحبوا على أم الفيلم. فيلم رخيص جدا، شوفوا من الناحية الفنية، تمثيل، إخراج، سينماتوجرافي، مواقع تصوير، يا ساتر بتشوف حاجة إبداعية. بس تعال عند القصة، الله يقلع أم القرف. قصة مريضة، كتابة مريضة، حاجة مؤسفة جدا إنه فيلم زي كذا ياخذ تقييم 8.3 ويترشح للأوسكار. أوكي في الأمور الفنية الثانية خليه يترشح للأوسكار، إخراج، سينماتوجرافي، بس القصة يا جماعة فوضى، يقلعون قلة أدب، قلة الفيلم المفروض ما يصنفوه R، والله المفروض يصنفوه فيلم إباحي، قلة أدب، وحاجة كذا أصلاً تخليك تقول إيش قاعد أتابع أنا؟ إيش الشيء اللي قاعد أتابعه ذا؟ أعوذ بالله. 8.3 ومرشح للأوسكار، إلى أين يا إيش في يا هوليوود؟ يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك لو عجبكم الفيديو، اشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش، جميع حساباتي موجودة في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.